السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مهم للبحث العلمي لو حد عنده أبحاث ومراجع كتيرة، فده بيعمل له مايند ماب، بيربط له الأفكار ببعض وتايم لاين وبرزنتيشن سوفت وير، كل ده في موقع واحد. تعال نشوف زي ما شايف، هيربط لك الأفكار ببعض والمراجع ببعض، وبرضه خط زمني بحيث إن أنت تشوف الترتيب بتاع التطور للفكرة حصلت إزاي. كل واحد فيهم بيبقى مرتبط بالابحاث والمعلومات اللي انت عايز تحطها، فهي اداه حلوه جدا لتنظيم البحث العلمي بتاعك. طيب نقول له ستارت، تبدا بقى تقول له ان انا عايز ابدا مشروع. تقدر تغير اسم المشروع، تقدر تعمل انفايت او تدعو الناس اللي هيشاركوا معاك في المشروع، تقدر تعمل ايديت. فدي العناصر الاوليه، مثلا المشروع تقدر تلغيهم، تقدر تزود عليهم زي ما انت عايز. هنا الماب فيو بتساعدك في ان انت تعرف المعلومات. تقدر تقول له انا عايز اعمل كرييت تايم لاين، على اساس يبقى في تطور للاحداث اللي حصلت بالشكل دوت. فتقدر تقول ان في سنة كذا حصل كذا، سنة كذا حصل كذا، الأحداث اللي حصلت، الأبحاث اللي اتنشرت في الفترة ديت. ممكن توتال ايفنت زود زي ما انت عايز. طيب عايزين نقول له كريت ايفنت او كريت اي ار اي، كريت ايفنت مثلا. فتبدأ تقول له مثلا حصل كذا، امبورتنت الديسكريبشن بتاعك، اليوم ايه وشهر ايه، وفي صورة بحيث لما تقف عليه تبدأ تشوف صورة الحدث دوت، بحيث ممكن تقول مثلا ان هنا حصل اكتشاف معين، فدي الصورة بتاعته تحط الصورة هنا. لو في فيديو تقدر تحطه، لو في فيديو، لو في ريفرنس موجود، لو في كاتيجوري، كل ده بيبقى مفيد جدا لتنظيم الافكار للبحث بتاعك. وعندك طبعا امكانية كبيرة جدا لان انت تعمل ابلود او تعمل سناب شوت، عندك امكانيه ان انت تعمل اكسبورت، تصدر ملف ده كملف وورد او سي اس في او تايم لاين تشاركه مع الناس. عندك امكانيه برضه تولز اوبن ايفنت ليست، ستارت برزنتيشن، تفتح النوت، تعمل سيرش في تايم لاين. فدي كلها امكانيات كويسه جدا لتنظيم البحث العلمي عشان تعمل حاجه متميزه.